سلام، اليوم جيتكم من الشرق الجزائري. كما عودتكم نجيب لكم غير الاسعار الخياليه بالضبط. ولايه باتنا، بخيشوك، عزين، وعصام للاواني. سكان ولايه باتنا هم الوحيدين اللي حيعرفوا المحل او يتعرفوا عليه المعدن رود، البنك باتنا، والارقام الهاتف بالنسبه لخارج ولايه باتنا باش يتوصلوا عليه. جاب لكم هذه الأسحونة صغيرة الحجم سبيسيال للمكسرات 2022. أنا شخصيا جامي شفتهم. شوفوا الأنواع، 37,000 للواحد، يعني سعر مليح، يعني كما نقولوا نحاسي. بالزجاج سعر خيالي. هذا الصحن 200,000 فقط للحلويات، هذا تانيك للمكسرات، يعني جاب حاجة هايلة. كاين حتى ب20,000، نظن هادو ب20,000 للواحد، حاجة بالطبع وما تستحقش انك تشري بزاف. شوفوا كيسان تاع لاتاي بتاع المكسرات ديالهم، كل واحد والطبس تاعو، كل واحد وكاسو، حاجة شابة، حاجة كلاس بالنحاس والكريستال. شوفوا تاع البابيون حاجة عالمة. لما نتاعو يعني يستهلوا الاشهار. انا كي ندور في الفيسبوك نشوف هكا يعني محلات يبيعوا حاجة شابة، نحب اني من عندي ندير لهم اشهار. روعة. هادو ما كاملة اللي نوريكم فيهم. بالنسبة للمكسرات كاين اللي يدير 37,000 للواحد، كاين اللي يدير 20,000، وكاين حتى تاع 15,000. ومع السولد، هو يعني في بداية العام الجديد دار سولد، ينقص لكم، يعني كل ما تشروا عليه كمية راه رايح ينقص لكم. هذا تانيك سبيسيال للحلوى، ما شاء الله. السلعة يعني نخليها هي تهضر على روحها. مع اواني عزين وعصام القعدة بالطبع والشن في جبال باتنا الشاهقة، ما شاء الله. تستمر الاواني ونستمر معاكم بالفيديو ديالي. هادو ما كنت وريتهم لكم في ولاية الصيف ب 350، هو يبيع فيهم 320. هادو تانيك موديل جديد للمكسرات والحلويات، قلت لكم تقدروا تديروا فيه تانيك الشوكولاتة. هذا صغير فيه 27 قطعة ب 1360، بصح وشنو فيه كلش. هذا يا تاع الحلويات 85,000 فقط، تحطي فيه الانواع تاع الحلويات ديالك كامل ب 85,000 وفقط. هادو انواع ديالو. هنايا كاين صحونة يعني عاديين، وهذا صحن تاع الحلويات. بالنسبة لربات البيت أو النساء اللي يحبوا البريستيج، كاين يعني اللي يحبوا السامبل يشرو طباسة عادي، وكاين اللي يحبوا البريستيج. هذه سبيسيال بابي تورشون، موديل جديد، ما ولاوش يديروا داك الموديل القديم. هذه ثانيك الحلويات، الأسعار تاعها بين 100 و 150. هادو ما بين 3 و 260,000. حاجة شابة تاع بابي تورشون تاع السكر تاع هذه 200,000 تاع المكسرات، بصح وشنو بريستيج. انا نوريكم في عفايس بريستيج عكس ولاية الصيف. هذا سيرفيس كافي نوار بالحليب، كيما نقولو حنا 6 ب 640,000 فقط. كي نقسمو تاع القهوه وحده يسقام 320,000. هذاك هو يعني السعر، راهم نقص منهم وما راهمش داخلين في السولدا. او يبيع اسعار عاديه يعني كيما كامل المحلات. في غير محل نلقاوه يلحق ل 800 عادي. يعني هو الاسعار تاعو نازله.
هادو ما 5 بياس 85000 فقط، فيه بزاف انواع، فيه قرعه وفيه لي بورت هادوك تخبو فيهم لي زيبي باردون مقارون كامل رافي تايمر كما يقولوا. هذا سيرفيس تاعي بزاف شباب 50000 برك، هذا تاع جو 55000 حاجه بالطبع حاجه ستيل. هذا تانيك تاع القهوه مكتوب فيه لاف، هذا يدير 450. هذا سام بليبو 340 حليب قهوه، هذا 150000 برك قهوه وحليب تانيك. شوفوا الشباب ما خصو والو. هادو ما 6 ب 60000 راهم تخيل على موت، نستعملوهم الوافس خاصة. هذا ثانيك 6 قطع ب 60000 راهم تخيل على موت. هذا كارافا بالكاس ب 35000، هذا 130000، يعني الاسعار راهي مكتوبه لي بري افيشي باردون. هادو ما 120000 برك راهو داير فيهم 3 بياس، عم يتباعوا 300 ولا 200 وزيادة، هو راهم نزل فيهم غير 220000 تروى بياس. هادو سلال تاني 45000 بين ثلاثة، تنظمي فيهم الحوايج تاعك في الخزانة كي تحبي تنظمي. بزاف شابين باغ اكزومبل تاع ماكياج تاع حوايج تاع سوفيتمون، كل واحدة فاش تحب تستعملهم، كاين حتى اللي يستعملوهم في الكوزينة تخبي فيها ما تحتاجهمش، ولا يعني بكامل الالوان والاحجام. هادو طبليات تاع الشغل غير ب 20000 فقط مرسومين، يعني للبنات ديالنا لرمضان. موديل بزاف انا شخصيا ربت بيت بصح عجبني، فيه اشكال يعني روعه. البنات رايحين يتجهوا باش يدخلوا الكوزينه كي يشوفوا دي موتيف هكا. عندنا تاني كلين ابخو 10000 الواحد، بيرلي و ترانسبارون دونتيل ولا تول راهم يستعملوهم بزاف. عندنا هادو تاع لي تاكوس تاع لي بيتزا تاع المملحات غير ب 7000 الواحد، وهذو ما 19000 تاع التحليه. عندنا كاس سيرفيس تاعي ارجون دوري 70000 سامبل ايبو، بالنسبه لي حبوا حاجه سامبل ولا تاع سهره ولا. وهادو ما اخيرا نكملوا بهم سلات تاع الخبز ب 30000 مخدومين بالحطب بالطبع والشان. نخليكم في اخر الفيديو تدخلوا لاباج تاعو ان شاء الله. محلات